رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومنورني وشرفني كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ومنور الدنيا كابتن معتز. ده نور حضرتك، ربنا يخليك، كل سنة وانت طيب. وحضرتك بألف خير. في البداية بنرحب طبعا بحضرتك وبنبارك لك على رئاسة الاتحاد طبعا لدورة تانية على التوالي. الحمد لله وشكرا، وان شاء الله تبقى دوره ناجحه باذن الله يا رب. يا رب ان شاء الله. طيب عايزين نتكلم عن خطه البطولات اللي بينظمها الاتحاد خلال الفتره اللي جايه. هو حقيقه طبعا بيبقى فيه خطه للنشاط المحلي وخطه للنشاط بالتاكيد الخارجي. حاليا للنشاط المحلي احنا دلوقتي داخلين على في كذا بطولات للتصعيد، دورات مجمعه. يعني احنا عندنا ان شاء الله دوره تصعيد للسيدات ان شاء الله هتقام ان شاء الله باذن الله غالبا في القاهره بصاله الاتحاد. عندنا بطوله الدوره المجمعه الاولى للرجال والسيدات، دي يوم 15 ل 18 مايو ان شاء الله. المجمعه الثانيه هتكون من 30 مايو ل 2 يونيو ان شاء الله باذن الله. وطبعا احنا عارفين الدورتين لو انتهوا ان في فرقه كسبت الاثنين يبقى خلاص انتهت، لو في فرقتين اتعادلوا بيبقى في مباراه فاصله بعد كده. ايضا هيبقى عندنا بطولات للتصعيد برضو من جيم لب ومن ب لالف اللي هي الممتاز الف يعني. دي هتكون من 10 ل 14 مايو برضو ان شاء الله باذن الله. يعني في نشاط داخلي او في المحلي هيبقى في الفتره اللي جايه مكثف. يمكن هنأجل بقى بعد كده النشاط في رمضان هيتوقف. يمكن معظم الناس بتحب ان رمضان بيبقى شهر عبادة وبيبقى فيه برضو الصيام وكده بيبقى مرهق شوية في البطولات. صحيح. بالنسبة للعيبة هتبقى بعدها بقى هنبتدي في مايو ويونيو بقية البطولات. يمكن البطولات اللي هي الناشئين هنعملها في مايو ان شاء الله باذن الله. بعد كده في شهر 6 في نص تاني من 6 برضو عشان الامتحانات تكون خلصت بالنسبه للناشئين. اما بالنسبه للرجال وبتعرف حضرتك كتير بيبقى في الثانويه العامه وكده هنخليها غالبا تبقى في 23/7 بعد لما يخلص طلبه الثانويه العامه. طب وبالنسبه للبطولات الدوليه والقاريه اللي بيساعد ليها منتخبنا في الفتره اللي جايه؟ والله احنا حاليا بصدد ان في بطولات هتبقى مهمه جدا بالنسبه لافريقيا بالذات. يعني احنا عندنا بطوله كاس افريقيا ان شاء الله في مايو القادم من 21 ل 28. دي كاس افريقيا ديت بيمثل مصر فيها 3 لعيبه، لكن كل دوله بيمثلها في افريقيا 2 فقط. احنا ليه 3؟ لان حامل اللقب ما بيتحسبش في الاثنين لو الدوله اللي فيها حامل اللقب. فاحنا الحمد لله عندنا حامل لقب في الرجال وحامل لقب في السيدات. عندنا في الرجال احمد علي صالح حامل اللقب بالنسبه لبطوله الفردي الاخيره، ودينا مشرف ايضا في السيدات هي حامل اللقب، والبطوله دي كانت في تونس. ان شاء الله باذن الله دي بتؤهل برضو لكاس العالم او اللي هي كاس العالم اللي هي التوب 16 القادمة بإذن الله. المرة اللي فاتت كانت في الصين، وإن شاء الله بإذن الله يا رب يكون برضو عندنا واحد بس من أفريقيا هو اللي عايزة أعرف من حضرتك التأهل للأولمبياد بيكون إزاي؟ بالنسبة للتأهل للأولمبياد بيكون عن طريق دورة الألعاب الأفريقية. تمام. وليست بطولة أفريقيا أو الأمم الأفريقية. تمام. دورة الألعاب اللي هي فيها كل الألعاب هي دي اللي بتؤهل دي, دي, دي الحاجة الوحيدة دي الحاجة الوحيدة اللي بتؤهل. ودي حصلت المرة اللي فاتت كنا في المغرب ومصر تأهلت بالعلامة الكاملة. يمكن لأول مرة كان في ان مصر تأهل للأولمبياد بالعلامة الكاملة، يعني ثلاثة رجال وثلاثة سيدات. والزوجي المختلط بعد كده كان في تونس لأنها لها دورة تانية لوحدها. وكانت عمر ودينا، والرجال كان خالد وخالد عصر وعمر عصر وأحمد صالح، والسيدات كانت دينا يشرف وفرح عبد العزيز وسرى أشرف حلمي. فكان يعني حاجة مشرفة جدا ان احنا نكون صحيح بالعلامة الكاملة صحيح في طوكيو. يعني
وده كان انجاز يعني. وهنا جودة كويس. كمان سافر، هنا جودة سافرت طبعا. كانت هنا سافرت ولكن ما كانتش هي في الفريق الاساسي. الاساسيين كانت دينا وفرح ويسرى. وهنا جودة سافرت ليه؟ عشان هنا ما كانش لها ترتيب في السيدات كمان على المستوى الصغر، ولكن سنها طبعا صغر، ولكن هي ما شاركتش في دورة الالعاب الأفريقية اللي هي مؤهلة تمام لدورة الكورة، ولكن هي سافرت لأن هي فعلا لعبة واعدة ومنتظرها مستقبل كويس، فكان لازم إن هي تشوف صحيح لأن الكلام ده صحيح صحيح. طيب إيه الخطة اللي تم وضعها من قبل الاتحاد لأولمبياد باريس 2024؟ والله بص حضرتك، طبعا أكيد الدورة اللي فاتت اللي هي كانت في طوكيو عملت علينا برضو إيه نوع من السبوت كده شوية، لأن إحنا عمر عصر طلع الخامس في اولمبياد طوكيو، والخامس دي مركز كويس جدا يعني، احنا بنعتبرها مركز هايل يعني، يعني قريب من ميداليا او كده. فادتنا الامل ان احنا يبقى عندنا حافز ان احنا نعمل حاجه كويسه يعني. ولكن برضو مش هطلع يعني مش هنضحك على بعض او نقول ان احنا ممكن نجيب ميداليا في 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 باريس. صعبه جدا ان احنا نقول ان احنا نجيب ميداليا، ولكن ممكن اللي بعد كده ال 28 ان ممكن ايه ربنا يعني يكرم كده ويكون لان فاضل سنتين بس على الاستعداد لدوره. صحيح. فدي مش كافيه ان حد يعمل ميداليه في الفتره دي، لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ان في اهتمام كبير جدا من الدوله. طبعا من وزاره الشباب والرياضه. على راسها طبعا دكتور اشرف صبحي، اللجنه الاولمبيه المصريه على راسها المهندس هشام حطب. بالنسبة للدكتور أشرف صبحي عامل لجنة بقيادة طبعا دكتور كمال درويش، دي بتقعد مع كل الاتحادات وبتشوف ايه الاتحادات، ايه اللي ناقص الاتحادات، ايه اللي يخلي كل اتحاد يبقى عنده أمل ان هو يعمل نتيجة كويسة. ويمكن احنا قعدنا أول امبارح كاتحاد تنس طاولة مع اللجنة ديت، وهي كانت لجنة كبيرة طبعا، وقعدنا وشرحنا فيها كل حاجة، وهم برضو شرحوا، والدكتور كمال طبعا قامة وحاجة طبعًا رياضية كبيرة طبعا، وكان مع الدكتور مدحت البلتاجي والدكتور ابراهيم والدكتور حسين السمري والدكتور طارق راشد والدكتور ماهر غريب والدكتور عبد يعني عبد الاول يعني فيه والدكتور احمد حمدي يعني مجموعة كبيرة من الوزارة كانوا قاعدين. يعني عارفه حضرتك مثلا بيتكلموا على التأهيل النفسي لازم يكون موجود، دكتور تغذيه، دكتور طبعًا تأهل، كل الحاجات دي هم ان شاء الله ممكن هيوفروه. صحيح. طيب هو التأهل لأولمبياد باريس حضرتك قلت لي يكون من خلال دوره الالعاب الافريقيه، اللي هي تكون امتى؟ دوره الالعاب الافريقيه دايما بالنسبه لنا احنا بتبقى قبل الاولمبياد بتقريبا بسنه. ودي بتبقى برضو كويسه ان هي بتبقى كافيه، لان احنا كده كده بيبقى فيه الاستعدادات. يعني الاستعدادات لدوره الالعاب الافريقيه، وبعد كده اللي بيتاهلوا بيحاولوا بقى ان هم ايه يكون في بقى اللي هم هيتعرف مين اللي هيسافر يعني. صحيح. يمكن برضو حبيت اقول لحضرتك حته ان ممكن في لعيبه في الفردي ما تتاهلش. يعني مثلا ايه احنا طلعنا الاول في الفرق ثلاث لعيبه، في اثنين منهم بيلعبوا في الفردي مثلا، لكن في لعيبه تانية ممكن تتاهل بعد البطوله دي عن طريق بتبقى بطوله بس دوليه بقى فيها كل الدول. صحيح. بيختاروا منها بس على فكره بتبقى اصعب طبعا. تاكيد تاكيد. طيب ايه خطه الاتحاد علشان نصر اللعب اكتر من كده ويكون في اجيال جديده، توسيع القاعده؟ يمكن كان معايا من فتره طبعا كابتن احمد علي صالح النجم الكبير طبعًا. كان منورني ومشرفني، كان بيكلم فكره ان ليه دول شرق اسيا هي اللي مكتسحه في اللعبه. لانه فعلا مثلا يعني تقريبا الصين فيها 90 مليون تقريبا بيمارسوا اللعبه او حاجه زي كده، ومثلا ترابيزات تنس الطاوله او البينج بونج دي منتشره جدا جدا في الشوارع. طب احنا ايه خطتنا بقى علشان يكون عندنا توسيع لقاعدة اللعبة في مصر؟ هو حضرتك طبعا بالنسبة للصين هي اللعبة الشعبية الأولى هناك تنس الطاولة. انا عارفة انهم اشهر من كرة القدم بكتير يعني. يعني حتى لما تلاحظي حضرتك اي حد في بيعمل اعلانات هم لعيب تنس الطاولة. لو انت في مترو الانفاق والحتت دي تلاقي برضو على الحيطان والحاجات والاعلانات لعيبة تنس الطاولة، هم النجوم بتوع الرياضة. صحيح. احنا هنا السبيل اللي هو اللي ممكن بيبقى عن طريق نشر اللعبة طبعا مراكز الشباب، ما فيش مركز شباب ما فيهوش طاوله بالنسبه لترابيزه تنس الطاوله. بيبقى في اماكن كتير فيها اماكن شعبيه وكده،
فيها ترابيزات تنس طاولة. النهارده معظم الناس حتى يمكن لما انت هتيجي تلاحظي اي معسكرات، لو كره يد، لو قدم، لو سله طايره، بيروحوا رايحين يلعبوا تنس طاوله في وسط المعسكر بيلعبوا تنس طاوله. تنس طاوله لعبه سهله. محمد صلاح بيلعب هناك في انجلترا، بيلعب دايما تنس طاوله. صح. وهنا برضو لما كان في نجريد في باسيون برضو كان بيروح مركز شباب ويلعبوا كده. فاحنا عندنا بالنسبه لنا في تنس الطاوله لعبه بنعتبرها لعبه شعبيه طبعا، وبنعتبرها ان كتير بيمارسوها ممتعه وترفيهيه كمان. يعني عندك حواري وشوارع. صح. واحياء شعبيه مليانه بترابيزات البينج بونج. صح. ودي حاجه يعني عظيمه جدا. هي لعبه ترفيهيه يعني، لعبه مسليه جدا، الناس بتحبها بشكل كبير. فليه ما نستغلش ده؟ والحلو فيها كمان ايه؟ ان انت مثلا ممكن تلاقي نفسك وانت بتلعبي بتعملي مجهود يعني ايه كبير، وانت يعني طبعا بتاخد لياقه حلوه، وبتاخد يعني سرعه ومرونه ولياقه وتركيز ذهني وكده. ودي بتساعد على اللياقه جدا جدا. يعني تنس الطاوله من الالعاب الكتيره اللي اللاعب بيعمل مجهود، مش بيبقى واقف على الطاوله بس، لا ده بتلاقيه الحركه رجل وايد ودماغ ومخ كله بيتحرك معاه. طبعا يمكن برضو احنا كان في مشروع هنا جاء قبل كده اللي هو كان الالف طاوله، وجم الف طاوله فعلا في مصر، وكان جم من الصين واتنشروا في كل مراكز الشباب والانديه الصغيره الشعبيه. احنا بنحاول ان احنا حتى الانديه اللي هي مش مشهره في الاتحاد او مشاركه في الاتحاد برضو بنوزع عليهم برضو الترابيزات، بحيث ان هم يفعلوا الولاد. النهارده في كذا يعني سوري يعني مثلا ممكن مستشفيات اللي هم بتاعت الاطفال برضو بنقدر ان احنا ندعم بينهم، بنحط مثلا الطاولات وكده، ودي برضو بتبقى ايه، بتخلي الناس الاطفال بالذات ان هم الصغيرين بيحسوا ان هم بيلعبوا، بيحسوا ان هم اللي هم اللي كانوا مرضى وكده. دي بتسعدنا احنا كمان ان احنا بنساهم في حاجه زي دي يعني، والحمد لله احنا عملنا الحكايه دي في الدوره اللي فاتت يعني. صحيح صحيح. طيب انا ازاي اخلي اللعبه دي تتحول عند الناس الموهوبه فيها او اللي عندهم موهبه واضحه فيها من هواه لمحترفين؟ ازاي اقدر اعمل ده؟ هو حضرتك في اللي هو مشروع اللي هم الموهوبين اللي في الوزاره عاملاه، ده هايل وفي كل المحافظات يعتبر دلوقتي معظم المحافظات، ده هايل جدا وبساعد كويس جدا، وفي ولاد فعلا طلعوا في المشروع ده وظهروا فيهم وعملوا نتائج وبقوا في دور الثمانيه بيدخلوا في الولاد وفي البنات عندنا في الناشئين يعني. فالمشروع ده حاجه كويسه جدا ان هو بيطلع المواهب دي. الولاد الصغيرين اللي هم بيبقوا في المدارس ممكن يكونوا ما يقدرش ان هو يشارك في نادي او كده، بيبقى في المدارس فيها طاولات او كده، بتحسي ان ممكن الولاد دولت يبقى فيهم حاجه، لو حد بيكتشفهم وبيوديهم نادي دولت برضه بيبقى لهم مستقبل، وبيحاولوا ان هم ايه لو في مدرس تربيه رياضيه كويس وفاهم كذا بيشوف الولد بيحس. المدارس فيها ترابيزات تنس طاوله؟ في مدارس كتير فيها ترابيزات تنس طاوله. معظم وكل ما يكتر يعني، انا دايما بشوف يا كابتن انه كل ما نكتر من الترابيزات سواء في الشوارع، صح، في الاحياء الشعبيه، في مراكز الشباب، في الانديه، في المدارس، صح، كل ما نكتر من الموضوع ده هيفرق معانا بشكل كبير. لان أكيد. كمان يعني في بعض الالعاب مثلا بتعاني من فكره انها مش موجوده في الانديه الجماهيريه زي الزمالك، الاهلي، الانديه دي. تمام. ولكن تنس طاوله موجود. تمام. فده بيعلي من شعبيه أكيد اللعبه طبعًا. بشكل أكيد كبير طبعًا. جدا. اكيد طبعا. فيمكن بس محتاجه ان زي ما بقول لحضرتك الترابيزات تنتشر اكتر في الشوارع وفي الاحياء الشعبيه ومراكز الشباب والمدارس والانديه. اكيد طبعا. هيفرق قوي. اكيد. لعبه كمان بتستهوى الناس جدا. ويمكن حضرتك قلتي برضه من ضمن السؤال قلتي المحترفين. قلتي اللي هم بره في احتراف وكده. طب. احنا عندنا محترفين كويسين جدا في دلوقتي حاليا. طب. احنا عندنا 2 من الـ50 الاوائل على العالم، عمر عصر واحمد علي صالح. بالظبط. يعني عمر عصر 25 واحمد صالح دخل بقى 49 دخل في الـ50، ودي حاجه يعني عمرها ما كانت بتحصل. صحيح. عندنا دينا مشرف في الـ35، يعني دينا برضو في السيدات ما شاء الله كان صعب جدا. عندنا هو هنا جوده الاولى على العالم تحت 15 و17. بالظبط. يعني برضو حاجه كويسه جدا. عندنا محترفين كتير بره، يعني مثلا اللي في تركيا واللي في الدنمارك اللي في السويد. لاني كمان بحس ان اللعبه كمان ميزتها انها بتكمل لسن كبير شويه، يعني ملهاش ليميت. لا يعني. لا ملهاش. أوه. ملهاش. أوه. وعلى فكره مش دلوقتي بس، على مر الزمن او العصور اللي فاتت برضه نفس الوضع، اللعيب بيقعد فتره طويله اللي هو يوصل لسن يعني يمكن اكتر حد دلوقتي اللي هو السن اللي يمكن كابتن احمد علي صالح. احمد علي صالح هو سيد لاشين، يعني هما الاثنين اكتر لعيبه وصلوا السن، بس احمد علي صالح استمر شويه دلوقتي يعني هما هو سيد طالعين مع بعض،
استمر في الناحيه اللي هو لسه في الدوليه، السيد اعتزل دولي وبيلعب محلي فقط، فدول هما الاثنين دول اكتر اثنين. صحيح. اللعبه كمان فيها ميزه يا كابتن، انه انا النهارده لو محترف اقدر العب كمان في الدوري المحلي. برافو عليك. يعني ان انا مش شرط ان انا عشان محترف ما العبش في الدوري المحلي. صح. فده برضو حاجه مهمه جدا، يعني دي من ضمن يفتح الحاجات. باب الاحتراف ويجيب لي خبرات حلوه. يعني دايما الانديه تقلق تقول لك ما انا لو سبته يحترف انا هفتقد لمجهوداته. صح. لا دي مش قضيه عندنا خالص. دي حلوه جدا بالنسبه لنا، ويمكن كنت بتكلم فيها مع الدكتور كمال درويش امبارح حتى. طب. كان هو بيقول لنا انتوا مسامحين؟ قلت له سامحين، هي الدوله الوحيده اللي مش سامحه المانيا. المانيا اللي بيحترف في المانيا ما يلعبش في ايه، في بلد في تانية. بلد انا اول مره اعرف المعلومه دي. المانيا بس. المانيا إنما بس، اي حد بيلعب في هنا وهنا هنا، ودي بتبقى حلوه لنا احنا ان اللعيبه اللي عندنا لما بتحتك بره وبتحترف هنا وبتيجي بتلعب هنا وهنا بتبقى استفاده كويسه ليه قوي هو، واستفاده للاعيبه المصريين. طب هي اللعبه مكلفه ولا بسيطه زي ما اغلب الناس يعني متخيله انها ترابيزه ومضربين والموضوع بسيط كده؟ هي مكلفه ولا مش مكلفه؟ هي اصبحت مكلفه. تمام. ليه بقى؟ بص يا مثلا زمان او ما كنا احنا مثلا بنلعب، يعني كنا مثلا المضرب بيفضل معايا مثلا طول الموسم ما بتتغيرش، ولا الجلده ما بتتغيرش مثلا. طب وسعره كام مثلا؟ لا يعني على ايامك المضرب كان سعره كام؟ لا كان رخيص جدا طبعا. رخيص جدا يعني. انما دلوقتي الاف، انما الاول ما كانتش 100 جنيه مثلا خالص. وكان في مضارب مثلا مش عايز اقول لك اقل من 50 جنيه كمان وحاجات كده. يا نهار ابيض. وكان بقى مختلفه طبعا. كان في هي بتختلف من الهواه للمحترفين. اكيد اكيد. اللعيبه اللي بيلعب بطولات لازم يلعب بمضرب كويس، ولازم صحيح. يلعب بمضرب. قبل ما نكمل كلامنا، حضرتك وشك حلو علينا جدا. طايره ولا جدا. بالظبط. فريق الكره الطايره قدر انه ينهي المباراه بنتيجه 3-0 في الاشواط امام سموحه، وتاهل مباشره لنص النهائي. الف مليون مبروك. وطبعا مش محتاج المباراه الثالثه خلاص، هم بيلعبوا بنظام بيست اوف 3 بس. ادام هو كسب ماتشين فهو مش محتاج المباراه الثالثه. طبعا الف مليون مبروك ليهم. انتفاضه محترمه جدا. باسكت النهارده قدر يكسب. صحيح كان كسبان فرق 11 بوينت، وقدر ان هو يعني يرجع يكسب بس فرق بوينت واحد في نهايه المباراه، ولكن معلش الانتفاضه بدات واللي جاي احسن، واحنا بندعمكم طول الوقت بالنسبه ل فريق الباسكت او فريق الطايره. وبالمناسبه هرنانديز المحترف الكوبي النهارده، يعني زمايلي في الاعداد بيقولوا لي انه عمل مباراه كويسه جدا جدا. ان شاء الله مزيد من التالق. وشك حلو علينا كابتن معتز. احنا يعني هروح فاصل ونرجع نتكلم اكتر عن اللعبه اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي. يعني هروح لفاصل ولسه مكملين كلامنا مع كابتن معتز عاشور رئيس اتحاد التنس الطاوله، وكلام كتير عن تنس الطاوله والمنتخب، ولكن بعد الفاصل استنوا. عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين كلامنا مع كابتن معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة. كابتن، كنا بنتكلم على فكرة إنه اللعبة مكلفة. لا مش مكلفة، الناس كلها فاهمة إنه مضربين وترابيزة والدنيا بتمشي، بس لا طبعا المضارب الأصلية حاجة مختلفة، الاحتراف حاجة مختلفة. طيب الـ زي ما قلت لحضرتك، الأدوات بتاعة الهواة غير المحترفين بيفرق معاهم. طيب الادوات بتاعه المحترفين او بتاعه اللعيبه الدوليين والمنتخب، الاتحاد اللي بيوفرها لهم ولا هم اللي بيجيبوها لنفسه؟ والله بصي، اللي بيوفر للاعيبه المنتخب، يعني الاعضاء المنتخب سواء في الرجال الناشئين ناشئات سيدات وهكذا. انما طبعا الانديه هي اللي بتوفر للعيبه عامه، لعيبه انديتهم، وبرضه طبعا نقدر نقول اولياء الامور بيساهموا طبعا في الحكايه دي. انا اعرف انهم بيساهموا كمان في المعسكرات الخارجيه. والله ممكن يساهموا في المعسكرات الخارجيه فقط اللي هي مش تبع الرسميات. يعني ايه؟ الاجنده الدوليه. ايوه الاجنده الدوليه. يعني احنا مثلا عندنا لو في معسكر لبطوله افريقيا، معسكر لبطوله العالم، معسكر لبطوله العربيه، البحر الابيض المتوسط، طبعا دي الاتحاد هو اللي ايه بيتكفل بيها كلها. انما لو بطولات ده تبع بروتور او سلسله بروتورات اللي هي على المستوى العالمي، اللي هي اي حد ممكن يشارك فيها من اي دوله، دي بتبقى على حساب اللاعب، او طبعا على حساب ايه او ولي امره. ولكن لو الاتحاد شاف ان دي هتبقى مهمه لبعض اللاعبين ممكن يساهم معاهم. صحيح صحيح. طيب
عايزه اعرف منك في خطه للاستعانه بخبرات اجنبيه ولا في المرحله الجايه ولا او اعداد كوادر جديده مثلا، يعني احنا نستعين بخبرات اجنبيه علشان يحصل اعداد لكوادر جديده ومن المدربين طبعا، خصوصا ان التدريب بيتطور بشكل كبير في كل الرياضات يعني. اكيد طبعا، هو ما فيش شك ان اي لعبه او في الرياضه عامه بتحتاج التطوير دايما، وبتحتاج ان كل يعني حتى عناصر المنتخب، عناصر الناشئين، عناصر المنتخب الكبير بيحتاج ان هو برضو يكون الجهاز الفني بتاعه على اعلى مستوى. ولكن انا دايما يمكن بقول ان اللاعب الناشئ هو ده اللي بيحتاج اكتر اللي هو الاجنبي او المدير الخبير، يعني الخبير الاجنبي، ومش اي اجنبي بالزبط. احنا ممكن يبقى في خبير اجنبي او في ممكن يكون راجل مدرب اجنبي، لكن احنا مدربينا اللي هنا افضل منه، لان صحيح. احنا مدربينا دولت اللي موجودين مثلا بيبقوا سافروا وشافوا طبعا. وكانوا لعيبه دوليين مثلا وراحوا الاولمبياد وراحوا كل بالزبط حته بالظبط، يعني في قامات كبيره جدا طبعا. جدا واسمها معروفه طبعا. وعلى راسهم طبعا كابتن اشرف حلمي بالتاكيد أكيد طبعا. ولكن انا بتكلم على مثلا ان انا يعني يبقى عندي اعداد لكوادر جديده، فجيب لهم مثلا مدربين من دول شرق اسيا مثلا اللي هم المتفوقين تماما في اللعبه، يعملوا كورسات خبرات، يمدوهم بالخبرات. ده اللي احنا بنفكر في ده اللي احنا بنفكر فيه فعلا، مش في تفكير، ده هو ده اللي احنا فعلا بنفكر فيه. تمام. وده بيبقى طبعا يمكن يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن كان في مثلا احمد صالح وسيد لاشين وشريف ضياء وعمرو رضا المجموعه اللي هي دي اللي طلعت وهم كانوا صغيرين، ده اللي كان مع كان في مستر نيكولاي نوفيكوف، ده كان مدرب هايل قوي، ويمكن اللي اكتشف الولاد دول كان الدكتور وفي مشرف الله يرحمه، كانوا بيلعبوا في الترسانه، واللي كانوا بيلعبوا هنا بسنت عثمان في الترسانه واحمد صالح في الترسانه، وابتدوا يتنقلوا وهم صغيرين، احمد جاز زمالك بسنت راحت الاهلي وهكذا. كان الراجل دوت يمكن لما جه عمل طفره شويه في بعد كده لما هو بقى جه وبقى حاجه جبناه ليه قرابه او حاجه مع كابتن مع دكتور علاء مشرف ولا مين؟ الدكتور وفيق. ده دكتور وفيق والد دكتور ما انا عشان كده الاسم. والدكتور وفيق والد الدكتور علاء وجد دينا مشرف. بالظبط. وعلاء الدكتور علاء جوز شيريني الالفي بطلة مصر الزمالك للزمالك. بالظبط. برضه هم العلق، واشرف حلمي المدام بتاعته نهال مشرف الاهلي. بالظبط. هم عملوا توليفه كويسه. بالظبط بالظبط. انا عارفه ان في قرابه من كابتن اشرف حلمي ودكتور علاء بالتاكيد. فالمدير الفني الاجنبي لو كويس بيفيد جدا، اكيد طبعا بيفيد جدا جدا طبعا. بس انا بعتبر ان انت النهارده مش هتيجي مثلا واحد يجي هيفيد واحد زي احمد صالح، هيفيد زي عمر عصر، لا هو هيطور ممكن منه، لكن اللي يطور اكتر في الناشئ يعني طبعا. هو اللي ممكن يعمل الناشئ يبقى يعني هنا جوده مثلا ما شاء الله. هنا جوده مثلا الطفره ان هي دلوقتي ابتدت الاتحاد الدولي نفسه كمان بيراعي هنا جوده، عامل لها برضه زي معاونه او كده في بتروح المعسكرات، بتروح كانت الهوبس الاول، واحنا عندنا برضه ولاد طالعين جداد في الحاجات دي. صحيح. الحاجات ديت برضه بتفيد يعني اكيد بتعمل تطور، وخاصه النهارده العلم او الخطط او كل الحاجات دي بقت عند الناس كلها، يعني ما بقتش في حتت معينه. يعني صحيح. انت ممكن تلاقي حضرتك كل الحاجات ديت بتدرس بتتعمل، يمكن الكلام ده ناقشناه مع الدكتور كمال درويش اول امبارح، وكل الكلام ده طبعا اكيد هيبقى فيه افاده للمرحله القادمه ان شاء الله. صحيح صحيح. طيب شفت يا كابتن معتز النتائج اللي حققها منتخبنا في طوكيو شفتها ازاي؟ وكان عندكم امل في احسن منها مثلا ولا القرعه ما ساعدتش؟ لا ده مش عايز اقول لحضرتك ان احنا ما كناش متوقعينها كمان ان هي تبقى بان عمر عصر يطلع الخامس. صحيح. دي وده كان انجاز تاريخي طبعا. بالظبط. ودينا مشرف تاهلها تقريبا ودينا مشرف اللي كسبت برضه. احنا مش هنطلع بقى نقول ايه اصل احنا عملنا اعداد مش عارف ايه وعملنا والولاد راحوا وبتاع، بس ما كناش برضه متوقعين ان احنا ان عمر يطلع الخامس، لان عمر كسب ثلاث مباريات قويه جدا قبل ما يوصل لدور الثمانيه. صحيح. لعب مع ابطال واخرهم واحد صيني في دور ال 16 وكسب وطلع ودخل دور الثمانيه. الصيني متجنس يعني هو متجنس بس صيني، لكن هو الحقيقه ان كان في فترات اعداد كويسه، كان في معسكرات كويسه، كان في احتكاكات بره ويمكن المعسكرات اللي كانت الداخليه، وقبل ما نسافر رحنا عملنا معسكر في المانيا
وتعمدنا ان المعسكر يكون في المانيا. الجهاز الفني قال المعسكر في المانيا لان عمر ما كان صعب يجي في هنا، فالمنتخب هو اللي عمل المعسكر في المانيا بالذات عشان يبقى عمر يتاقلم مع اللعيبه، لان دايما في البطولات الفرق بالذات او في اي فردي او اي لما بيبقوا مع بعض زي ما انت عارف حضرتك الحاجه بتدي روح اقوى شويه وبتدي، فدي برضو فادت اللعيبه بتاعتنا في سواء في الرجال او في السيدات. واحنا الحمد لله يعني يمكن اولادنا في الرجال او في الناشئين او في السيدات والناشئات يمكن كلهم الحمد لله يعني ايه فيهم علاقات طيبه مع بعض، فيهم ود مع بعض، ففي روح حلوه يعني كلهم بيتمنوا طبعا انه ده يكسب او دي تكسب. يعني انت لو شفتي مثلا الاولمبي كلهم كانوا فرحانين قد ايه ان عمر عصر وصل، كلهم حاسين ان هم اللي طلعوا الخامس. صحيح صحيح، بيفرق بشكل كبير جدا. طيب هل في خطه مثلا للاستفاده بالخبرات اللي اكتسبتها اللعيبه من طوكيو؟ يعني انا النهارده خدت خبرات محترمه جدا، ازاي ابني على ده او استفيد من ده؟ والله بص انا هقول لحضرتك حاجه، هو لعبتنا اللي هي يمكن النهارده زي ما انت شايفه الامور كلها وكل حاجه اتفتحت، يعني كل حاجه بقى في انفتاحات على كل الدول وكل البطولات بتتعمل، يمكن معظم اللعيبه بتوعنا بيسافروا كل البطولات اللي في العالم يعني. كلهم يوصلوا لدوره اولمبياد دي حاجه فخر وحاجه شرف وحاجه مميزه طبعا للعيب ان هو يبقى يتحط في السي في بتاعه ان هو شارك في بطوله او في اولمبياد اي سواء طوكيو او غير طوكيو يعني. فدي طبعا بتدي لهم برضو حافز كبير جدا ان اللعيب لما بيشارك في حاجه زي دي وبيشوف بيبقى دي بتدي له يعني حافز اكتر ان هو يحاول يروح الاولمبياد اللي بعد كده، بتدي له حافز اكبر ان هو يعمل فيها نتيجه احسن من اللي عملها. صحيح. في الدوره اللي بعد كده، فدي برضو بتبقى حاجه كويسه جدا، يبقى اكيد هيستفيد اكيد دي فيها افاده من الحته دي بالتاكيد ان شاء الله. طيب امتى ممكن نعلق ميداليه اولمبيه في تنس الطاوله؟ وده ممكن يحصل في باريس 2024 ولا صعب؟ لا هو بص في باريس 2024 صعب. صعب ان احنا ميداليه. لكن ممكن 2028 ان شاء الله باذن الله ممكن يكون فيه انا عارفه لكن في نتائج كويسه ممكن تبقى في 2024. في نتائج كويسه ممكن تبقى في 2024 وده اللي احنا بنعمل. يمكن انا عايز اقول لحضرتك الصعوبه في ايه؟ احنا ليه بنقول صعب؟ هو ما فيش حاجه علشان دول شرق اسيا مثلا بتبقى واخده اول 3 ميداليات ولا حاجه مثلا. يعني كان الكابتن احمد علي صالح متكلم معايا في القصه دي بجد، اول 3 ميداليات مثلا هم او اول ميداليتين على الاقل هم حاجزينها. هقول لحضرتك حاجه، ليه في البطوله في الاولمبياد كل دوله بتشارك باتنين فقط؟ ليه؟ عشان الصين ما تشاركش غير باتنين. خدوا الذهب والفضه وسيبونا بقى البرونز دي بالزبط. الدول العالم دي كلها تلعب عليها بقى. تخيل هو كل دول العالم فعلا بتلعب على ميداليه اللي هي البرونز. عشان كده بقول لحضرتك صعبه ان هي ايه الميداليه بتبقى صعبه، لان انت عندك هونج كونج، كوريا، اليابان، المانيا، ما هو دول كلهم السويد، دول كلهم بينافسوا على البرونزيه بقى، دول على نفسهم على البرونزيه بس. دايما تلاقي ليه الاول والثاني اللي هم الصين. فيعني معظم طبعا في الرجال وفي السيدات. فدي صعوبتها زينا يعني. في السكواش كده السكواش نفسي تبقى لعبه اولمبيه والله. هو حظنا بقى اللي احنا اللي هي لسه مش اولمبيه، ولكننا اعتقد لما هتبقى لعبه اولمبيه هتلاقي منافسات من الدول الثانيه. صحيح الناس هتهتم اكتر بيها وزي اللي بيحصل بالظبط. طيب كلمنا عن البطوله العربيه للانديه البارالمبيه وعدد الانديه المشاركه في البطوله. انا عارفه انهم اربع دول بالظبط، بس عايز حضرتك تكلمنا عنها اكتر. اربع دول غير مصر. اربع دول غير مصر. اللي طيب. هو الاردن والجزائر والكويت والعراق ومصر. وانت حضرتك قلت الانديه اللي حتى مشاركه هنا وهنا بالظبط، الانديه اللي من مصر بالظبط. الانديه من مصر دي اول مره او النسخه الاولى ان في تبقى في بطوله بارالمبي انديه. ويمكن اول ما اتلعبت او هتلعبت عملت في مصر، ودي حاجه كويسه وشرف لنا طبعا ان الاتحاد العربي يختص مصر بالذات في البطوله الاولى تبقى. صحيح. في مصر جات الفكره في بطوله الاردن في او الاجتماع الجمعيه العموميه اللي كان في الاردن السنه اللي فاتت، وبعد كده كنا في اجتماع جمعيه عموميه ثانيه السنه دي من شهر ولا حاجه في المغرب، اتكلمنا اقترحنا الاقتراح ده، وبعد كده اقترحنا ان هي تبقى فين بقى بعد او بعد ما وافقوا الجمعيه العموميه، وقالوا ان هي تبقى في مصر. والحمد لله ان هي جت خلاص واتعملت برغم الصعوبات على فكره، ان في حاجات برضو دلوقتي يعني برضو زي ما انت برضو ما زالت حته الكورونا شويه مش عارف ايه برضو ايه بي بي يعني يمكن لما اتكلم معاكي بعد كده في الدوليه هقول لك ليه.
البطوله اللي هي للانديه ديت فيها فرق وفيها فردي برضو. حضرتك قلتي برضو في 42 لاعب ولاعيبه مشاركين بالظبط، هيبقى فيها فرق وهيبقى فيها فردي، ويمكن برضو هتبقى هي من 26 ل 28 الشهر ده. في الشهر اللي احنا فيه هيعقبها بقى البطوله الدوليه صحيح من 30 ل 2 ابريل ان شاء الله. وبرضو في الاسماعيليه في نفس الصاله اللي هي صاله هيئه قناه السويس الصاله رقم 1. طب وايه الاستعدادات الاخيره للبطوله الدوليه البارالمبيه اللي هتتلعب ان شاء الله في الاسماعيليه؟ ان شاء الله دي هي الاستعدادات شغاله، وفي الاسماعيليه شغالين وفي لجنه هناك وشغاله، ويمكن اللي ابتدى يقولوا مين اللي جاي خلاص واكد وكده. هو كان 20 دوله مشاركه بس هم دلوقتي يعني يعتبر المؤكد 15 لان في خمس دول اعتذروا لظروف، يعني اليابان جايين عملوا البي سي ار طلع عندهم كورونا فما ما جوش، السعوديه والمغرب كان في اصابات عندهم فبرضه بنفس الحكايه، طبعا روسيا واوكرانيا اوكي مش هينفع روسيا عشان الموضوع بتاع ان هم بعدينهم، واوكرانيا عشان الحرب، فدول كانوا مشاركين واعتذروا. لكن جاي بقى مثلا زي كوت ديفوار زي الاردن زي اللي هي الدول العربيه اللي جايه الكويت والعراق وكده، علاوه بقى مثلا انجلترا وفرنسا وبلجيكا وسلوفاكيا وتشيك والهند مثلا من اسيا الصين مش جايين؟ لا الصين لا جايين، الهند جايه من اسيا، وجاي كمان هونج كونج، لا اليابان اللي كانت جايه واعتذرت اخر لحظه عشان الحكايه بتاعت كوريا مثلا جايين او هيشاركوا لا كوريا مش هيكونوا لكن جايين في دول كتير من اوروبا تمام معظم الدول بتاعت اوروبا جايه وعندهم لعيبه كويسين طبعا صحيح. عايزه حضرتك كمان تكلمنا عن بطوله الرواد اللي هتتلعب في راس البر ان شاء الله في شهر مايو. بطولة الرواد دي المفروض يوم 12 و13 و14 اللي هي 3 ايام هتبقى وهتتعمل في الصاله المغطاه في راس البر. دي بتكون رجال وسيدات وبتبقى جميع الاعمار، يعني مثلا فوق ال 35 و40 و50 و60 و65 و70 و75 و80، يعني دي الميزه فيها اللي هي اللي هم الكبار في الاعمار وكده بيشاركوا، خاصه في السيدات والرجال يعني طبعا. لكن هي بيبقى حوالي فيها 500 لاعب ولاعبه صحيح، وده عدد كبير طبعا صحيح، ودي بتعمل تواصل اجيال وعارفه حتى بتفيد الصحه بتفيد صحيح بتفيد ان بتوع تنس الطاوله اللي زمان كانوا بيلعبوا بيبطلوا ما بيشوفوش بعض يمكن بظروف الحياه وظروف فبيتقابلوا انما دي بقى في تواصل بقى طب. وعملت تواصل جميل، يعني ايه اللي بيلعب 30 النهارده بيفضل بيلعب لحد ان شاء الله ربنا يديله العمر لغايه 70 و80 فبيفضلوا مستمرين مع بعض في طبعا، ومنها ان هم بيتمرنوا جميله لان الواحد لما بيسيب الملاعب بيحس انه نقصه كتير قوي قوي. طيب كابتن معتز، يعني عايزه برضو اعرف من حضرتك خطط الاتحاد لزياده الموارد بشكل كبير بس سريعا عشان وقت حلقتنا، وليه دايما الشركات الراعيه، لاني اتكلمت في الموضوع ده عملت بتاع 3 4 انترو في القصه دي انه ليه دايما الشركات الراعيه بتيجي بعد الانجاز مش قبله؟ يمكن عشان ما بيكونوش عارفين اللعيبه دول او مش عارفين اللعبه دي كويس. طب ازاي نغير المفهوم ده؟ هو ابتدى يتغير النهارده لان هم لما الشركات الراعيه دخلوا بقى في المجال الرياضي وبقوا متواجدين فبقوا عارفين مين. احنا عندنا النهارده كذا لاعب في رعاه وبقوا بيتكلموا معاهم، وعلى فكره برضو بتبقى مفيده جدا، يعني بتبقى مفيده للعيبه فعلا طبعا. سواء في الرجال او في السيدات، لكن هم الرعاه دايما برضو حضرتك ايه بيبصوا برضو لايه، هل ايه الاستفاده برضو، ما هو بيفيد اكيد هيفيد اللعبه، لكن هو لازم برضو بيستفيد حته لازم يكون فيها صحيح. بس انا لو رحت للاتحادات وعرفت منه الناس المبشرين بالخير ده اللي بيحصل او بالظبط او المواهب فاقدر ان انا يعني وفي ضغط اسبق الانجاز وفي معاهم من خلال القيادات السياسيه والرياضيه صحيح. والحاجات دي لازم تهتموا بكذا وكذا صح، لان ده في مصلحه البلد ومصلحه طبعا. الوطن وكده طبعا. فان شاء الله تبقى خير اللي جاي برضو يا رب. كابتن معتز انا سعيده جدا بوجود حضرتك معايا، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله مزيد من التالق ومزيد من الانجازات في تنس الطاوله باذن الله. الف شكر، انا مبسوط جدا كنت معاكي فعلا. اشكرك يا كابتن معتز. ودي كانت حلقتنا مع كابتن معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاوله. اشوف حضراتكم وحلقه جديده من ملوك صالات يوم السبت اللي جاي باذن الله. سلام عليكم.